شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. لا بس كان غني ما بديتش اجيب. يلا خطوه نظام وانتوا داخلين، يلا خليكم مؤدبين عشان افسحكم تاني. ماشي حبايبي. الريحه الحلوه دي شامين يا بنات؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وايه النظافه دي؟ مين اللي جاب التمثال ده من المخزن؟ اما كانت خروجه حلوه بشكل يا ماما. اه صحيح، ما هي جايه على هواكي. قصدك ايه يا ست عداله؟ ما انت كمان طلعت لك بموبايل جديد. في ايه؟ هو انت عينك فيه؟ الله الله الله، انت هتتخانقوا قدامي؟ ما تجيبيها من شعرها احسن. سوري يا ماما. تعالي يا بنات، تعالي يا مامي شوفي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه البيت ده؟ ايه النظافه؟ لا الاباجورات دي مين اللي جابها؟ جاب بط كمان. بط؟ انا بقالي كتير ما اصطادتش بط. ايه ده؟ ده عشاء راقص يا ماما. الله، ده شكل سمحه ليه هتعمر معانا قوي. عشان تعرفوا ما جايب امكم. السجن عندنا 5 نجوم فول بورش. جايبه لكم الشيف سمحه شامبو. لا يا فين يا شامبو؟ شامبو. الله ادوق. ادوق يا ماما؟ لا لا اوعي. ايه؟ دي بتصلي يا ماما؟ اه طبعا طبيعي. الله، بني ادمه بتصلي وتلاقيها توضت. تمام بتصلي، يبقى كده شكلها فعلا يا ماما طيبه طوبه نصوحه. طب يلا يا جماعه والنبي عشان انا هموت من الجوع. يلا شيلي شيلي. يلا امي قوم يلا اطلعوا غيروا هدومكم واغسلوا ايديكم وروها لي. لازم اشم ايديكم تبقى نظيفه زي الفل. يلا. دي ماما بتعاملنا كاننا لسه في ابتدائي. هتفضلوا طول عمركم صغيرين مهما كبرتوا. ما هي برضو ما تنسيش انها كانت بالنسبه لنا الام والاب. ده انا حتى مش فاكره بابا الله يرحمه خالص يا ماما. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. انتوا عارفين ان انا ما بحب سيرته على الاكل. يلا اتفضلوا غيروا هدومكم وتعالوا، انا مستنياكم. يلا. صحيح يا ماما، هو حضرتك مش هتغسلي ايديك؟ لا لا، اصل انا مش هاكل. اوكي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا ست الكل، لما حضرتك ناديتي عليا كنت بصلي. يا سلام يا سمحة، وشك منور ولا اللمبة الموفرة. تقبل الله سعيكم مشكور. ايه؟ ايه سعينا؟ ايه ده؟ هو انا قلت لك شد حيلك؟ انت يا بنتي داخله في الاسلام جديد اسمها تقبل منا ومنكم. لما مؤاخذه يا ست المأمورة اتلخبطت. ولا يهمك، المهم النية. انا عاوزاكي ما تسيبيش ركعة. انت عارفة انت عاملة بلاوي كتير. بس ايه الجمال ده؟ اتكلم على ايه ولا ايه؟ نظفت البيت انت طلعت البقعه دي ازاي؟ وايه الاكل الجميل ده كله؟ عملتيه امتى؟ ربنا يخليكي، يا رب يكون عجبك وان شاء الله الاكل يعجبك كمان. انا كل امنيه في الدنيا دلوقتي هو رضاكي عني. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده، ده انت حبيبتي يا شامبو، انت حبيبتي والله. ده انت لسه ياما هتشوفي مني. انت عرفتي القبله ازاي؟ الحمد لله ربنا هديني وعرفتها. يعني هي كده صليتي كده؟ لا صليت كده. سعيكم مشكور. اسمها تقبل الله منكم ومنا. اخر الاحزان يا حبيبتي، اخر الاحزان. والله انا زعلت قوي. يا محيط راسي. طمنا يا دكتور. خير ان شاء الله، شويه كدمات بسيطه. كلها كمومه هتبقى زي الفل، هكتب لها على اقراص مسكنه ومرهم ان شاء الله تدين بمكان الكدمات. يا شاسي دماغي. سلامتك يا حبيبتي، الف سلامه. تعبانه. انتي بقيتي زي الفل. دكتور طمنا خلاص. شكرا. اتفضل. السلام عليكم. السلام. اتفضل. ده دكتور ده عايز له دكتور يا ماما. سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله سلامتك. انتي ما عملتيش محضر باللي حصل ده؟ محضر ايه يا بنتي؟ يا احنا ناقصه فضايح. ايه اللي هيجيب فضايح بس يا مامي؟ وانتي عامله حاجه غلط. طبعا الجرايد بقى والمجلات ولب لب لب لب، وبعدين المحطات الفضائية المنافسة ما هيصدقوا يطلعوا بقى أي كلام. ألف سلام عليك يا حبيبتي. ده الدكتور طمني خالص أهو، إيه الدلع ده؟ بجد يا عمورة؟ والله العظيم قال لي ولا في أي حاجة خالص. وأنتوا يعني لازم أمكم تتضرب وتتبهدل وتتخرشم عشان تيجوا تقعدوا معايا
يا حبيبه قلبي هنعمل ايه بس؟ ما انت عارفه زحمه الشغل وقرفه. وانا والله يا مامي برجع من الشغل هلكانه، ما بصدق اشوف السرير واروح عاملاه ستارت، ما بصحاش الا تاني يوم وزن الالارم في ودني. طيب ما تيجوا تقعدوا هنا في فيله امكم، ادي اوضتكم جاهزه وحلوه وزي الفل، ما تيجوا تقعدوا معايا، ولا هي فيله ابوكم بس هي اللي حلوه؟ لا طبعا يا ماما. طب والله العظيم والله لو علينا نفسنا نقعد جنبك طول العمر، بس هنعمل ايه بقى؟ حاجتنا كلها هناك يا ماما. وكل شغلنا على مكاتبنا في اوضنا عند بابي، هنجيب كل الحاجات دي ونيجي ازاي؟ بالظبط كده، وافرضي بقى نسينا حاجه، نضطر بقى نضرب مشوار من الصحراوي لغايه الشروق، ونرجع تاني من الشروق لغايه السحر. دي سحله يا ماما سحله. لا والله. ايوه تشتغلوني اشتغلوني وحدفوني لبعض حدفوني. لا يا حبيبتي انا مش عايزاكي تزعلي خالص. ايه رايك بقى ان انا وعمر هنبات معاكي النهارده، مش هنسيبك الا بكره الصبح وانت زي الفل ونبقى مطمنين عليك، ولا انت عندك راي تاني يا استاذ عمر؟ هو انا اقدر اتكلم؟ لا والله كتر الف خيركم، لو انتوا كمان عايزين تسيبوني وانا متخرشمه كده. يا قرقشتي. كفايه عليك انت يا عمر كده، احمد بوجي هتفضلي مدوخاني كده لحد انت عايز ميعاد بقى. يا سلام بس كده. يوم الخميس ساعة 7 امام نادي الجزيرة، البوابة الرئيسية. انتر طير انت وبقابلني بقى لو حد جالك. اي بشويش داريت الجرح بشويش يا ابني بشويش. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. حاضر ثانية واحدة. مش شحنتني خلاص؟ مش شحنتني حالا وخارج ودخلي ومش عاد. يا سيدي ودني هتتخرم، هنطلع على الهوا بسرعه. يلا اتفضل. يلا اعوذ بالله. يا كشتمر ميك اب بتاعي كويس؟ اوكي يلا جاهزه يلا اتفضل. اعزائي المشاهدين مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من هنا الحقيقه. الحقيقه الاسبوع اللي فات كنا بنمر باحداث ساخنه جدا، ولذلك الحلقه النهارده هتبقى على صفيح ساخن. الحلقه النهارده بنتكلم فيها عن نبويه تمساح اللي شغلت تفكيرنا الفتره اللي فاتت. ايه هي نبويه تمساح دي؟ بتعمل ايه؟ بتشتغل ايه؟ بتتصرف كده ليه؟ عملت لنا الحقيقه ارهاب في حياتنا الفتره اللي فاتت. بس احنا للاسف الحدث المؤسف اللي حصل وهو السطو المسلح على بنك وقتل ابرياء، وكل ده وراه امرأة اسمها نبوية تمساح. أرجوكم يعني يا ريت لو في حد عنده أي معلومات يساعد الشرطة ويبلغ الداخلية فورا. بمناسبة الداخلية بقى، إحنا بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم في موضوع برضو مهم وساخن، وهو الشرطة النسائية، ما لها وما عليها. انتظرونا بعد الفاصل. الإعلانات كلها شبه بعضها. ايه ده؟ عملت لكم بقى سندوتشات يا بنات، هتاكلوا مصابعكم ورا. يا شامبو خف على البنات، معدتهم ايه هتترجرج زي الكيس البلاستيك؟ هو انا هذبحهم على عيد يا وليا؟ يا ست هانم خليهم ياكلوا وتبسطوا. اقعدي يا سمحه معانا اتفرجي على البرنامج بتاع انتصار عبد الحق ده، هتتكلم النهارده عن نبويه التمساح. انت عارفاها؟ طبعا عارفاها، يعني سمعت عليها. وايه رايك فيها؟ والله يا انسه شرف ما حد عارف الست دي حكايتها ايه، وهي فعلا اللي بتعمل كل ده ولا مظلومه وبيتبلوا عليها؟ مظلومه وبيتبلوا عليها؟ وانت مالك بتدافع عنها قوي كده ليه؟ لا هو هدافع عنها ليه؟ يا قريبتي يعني ولا كانت من بقيه عيلتي؟ اتعشيتي يا شامبو؟ يا ست هانم اللي يعيش معاكي برضو يبات جعان. الحمد لله. اهو الفصل خلص، اسكتوا بقى لما نشوف انتصار هتقول ايه. علو علي عداله. علي امانه. رموتي عداله.
رغم اقتناعي بعمل ريموت يا ماما. ما تعلم يا بنات. الا اني اعترض بشده على عملها في مجال الشرطه. وبالرغم ان الشرطه النسائيه نجحت في بعض الدول المتقدمه الا انها فشلت فشل ذريع في مصر. لان الشرطه غير طبيعه المراه المصريه. مختلفه خالص. المراه المصريه تشتهر بانوثتها ونعومتها ورقتها وانها مرهفه الحس. وكذلك غير مؤهله انها تشيل مسدسات او مدافع او انها تطارد المجرمين والخارجين على القانون وانها تركب موتوسيكلات. ولذلك انا اناشد وزاره الداخليه انها تشيل الميزانيه المخصصه للشرطه النسائيه وتدعم اي فرع اخر في الشرطه، شرطه البريد مثلا. يا نهار ابوكي اسود، ده انا هخلي وقعتك سود. حد جاب لي الطبانجه، الطبانجه، هاتوا لي التليفون، حد جاب لي التليفون، هاتوا لي التليفون. جيبوا لي نظارتي، جيبوا لي نظارتي. فين نظارتي؟ فين نظارتي؟ في ايدي، نظارتي في ايدي، نظارتي في ايدي. شوفوا لي نمرتها، انا مش شايفه، انا مش شايفه. حد يقول لي النمره، اطلبوا لي النمره، اطلبوا لي نمرتها، اطلبوا لي نمرتها. بس يا ماما اطلبوا لي نمرتها. انا هعمل ايه؟ انا هبهدلها بس مباشر، هشفلها بقعها. اديله بقى يا ماما يا جامده. الو، ومعانا اتصال من الشيخ زايد مدام نور. نقول الو. الو. انا مش مدام نور، انا قلت كده بس عشان ادخل معاكم على الهواء. ليه يا مدام نور؟ احنا اي حد معدي بيدخل على طول. اهلا وسهلا حضرتك، القناه بتاعتنا قناه حره، اللي عايز يدخل يقول اي راي يتفضل. اهلا بيكي، بس خليك بس تودي التلفزيون شويه. لا انا مش هودي التلفزيون، انا العميده نور عز الدين، ثلاث نجوم ونسر. ومدام ما بتعرفيش حاجه عن الشرطه النسائيه، احسن لك ما تتكلميش عن الشرطه النسائيه. انت احسن لك تتكلمي عن الطبيخ، عن اسعار البطيخ. انت ما تعرفيش الانجازات العظيمه اللي بتعملها الشرطه النسائيه، يبقى احسن لك تسكتي خالص. انجازات وعظيمه اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ ايوه اتغمزي والتريقي يا اختي. ما هو العيب مش عليكي، العيب على اللي مساكك الحديده اللي في ايديكي. هو ده اعلام اللي انت بتقدميه ده؟ ده انت عامله زي الوليه اللي واقفه في البلكونه وعماله تتريق على اللي رايح واللي جاي. انت تعرفي انت بتكلمي مين؟ انا ماموره سجن القناط للنساء، وما يفهمش المراه غير المراه اللي زيها. انا من موقعي حققت انجازات ما قدرش يحققها زميلي الرجل اللي مسك السجن قبلي. انا السجن بتاعي بيتدرب بيه الامثال في الانضباط والالتزام. الناس عندي بيخرجوا صالحين بعد ما بيتم تهذيبهم. صالحين وملحين. صالحين ازاي يا مدام نور؟ حضرتك ده اللي بيخرج من السجن بعد اسبوع بيرجع تاني. غلط غلط. وبقولي للمعد بتاعك يتاكد قبل ما يرمي الناس بالباطل. على اي حال واضح ان حضرتك متزمته في رايك، ودي حاجه خاصه بيكي، بس ما انا مش مقتنعه برضو، ومتاكده ان اي شرطي راجل كان هيبقى احسن منك مليون مره. صح صح. سقفولها سقفولها. سمعتي بناتي؟ شفتي بناتي حلوين ازاي بيسقفولك على خيبتك؟ انت اول مره تقولي كلمه صح. زي برضو ما اي اعلامي راجل هيقدم البرنامج ده احسن منك. على فكرة انت بتقدمي البرنامج ده بفلوسك وبتعملي شو بفلوسك. انت فاكرة الناس هتصدقك؟ الناس بتعرف الكويس من المغرض. انا قفلت التلفزيون خلاص وحولت القناة. كلك ذوق، كلك ذوق مدام نور، مع السلامة. قفلت السكة في وشي، قفلت السكة في وشي. أنا العميدة، أنا العميدة نور عز الدين، أنا العميدة عز الدين. يتقفل النور في وشي؟ أنا تقفل النور في وشي؟ أنا تقفل التلفزيون في وشي؟ أنا تقفل فين التليفون؟ أنا كتفاتي ثلاث نجوم ونسر يتقفل في وشي السكة؟ أنا دي مين دي؟ دي مذيعة دي؟ دي تشتغل إيه؟ أنصر ماشي؟ أنا تهان وأنتوا واقفين؟
وديني لفضحها في كل القنوات. اهدي بس كده يا ماما، ما انت بصراحة اديت لها ما خليتلهاش. وانا اديتها حاجة؟ انا لسه اديتها، ده انا هجيب لها ادمور في لسانها. هي دي قناة، دار الحقيقة دي دار الحريقة، دار الفضيحة. خلاص بقى يا ماما، سيبي زمايلك يتكلموا، اشمعنى انت؟ خلاص؟ لا يا حبيبتي، دي بقت قضية شخصية بيني وبينها. يا ماما ما تكبريش المواضيع قوي كده، اقعدي بس اهدي الأول. أكبر إيه يا بنتي؟ ده أنا اتهنت، ده أنا هيبة، ده لا تلات نجوم وناس. أنت فاكرة إهانتي دي حاجة بسيطة؟ إهانتي من إهانة وكرامة الدولة. عارفة لما وصل الموضوع للكبار هيعملوا إيه؟ مش هيسكتوا، هيبهدلوها. موبايل دوروا لي على الموبايل. فين يا بنت؟ موبايل شوفوا تحت الترابيزه. شوفي يا بنت انت واقفه جايه من ناحيتي هنا. انا بدور هنا، انت دوري هنا. انا اسفه. موبايل دوري يا اخي. موبايل ايوه موبايل شفته. الو اللواء سياده اللواء. الو ازيك سعادتك؟ نعم سعادتك. لا 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 سعادتك، ده هي شتمت شتمت الشرطه النسائيه. ابعدوا ابعد، مش حضرتك سعادتك، سعادتك ما تبعدش، خليك قريب خالص. سعادتك هزقتنا هزقتنا سعادتك. اه انا كنت ماسكه لساني والله، انا لو سبت لساني كنت كلت حنجرتها سعادتك. انا ماسكه نفسي والله سعادتك، انا ماسكه نفسي. هي الوزاره هتسكت؟ لا لا مش بزعق، الوزاره سعادتك هتسكت. ايوه ايوه لازم الوزاره، لو ما اديتهاش في العالي هي هتقول وتلالي سعادتك. اه حاضر سعادتك، أوامر سعادتك. إيه ده؟ قفل السكة في وشي. أنا مش عارفة بردانة ليه؟ جسمي مولع ولا بردانة؟ أنا حاسة إن أنا بلعة بوتاجاز خمسة شعلة. معلش يا ماما. معلش نفسك خالص. أنا ساكتة أهو. أنا ساكتة خالص، بس اسكتي أنتِ كمان. عملتها في حياتي يا فندم. ليه ده الحلقه من ساعه ما نزلت على النت وهي عماله تتشهر على اليوتيوب والناس عماله تتفرج عليها على فيسبوك؟ ايوه طبعا بيتفرجوا على انتصار عبد الحق وهي بتتهزق. بالعكس يا فندم، انت رديتي كويس جدا على كل المتصلين اللي هاجموكي. ايوه وانا مش سابق قبل كده قلت لكم لازم تتاكدوا من شخصيه المتصل ولا هو الهوا كده مفتوح عندي على البحر اللي يدخل يدخل. يا فندم هي عملت انها مواطنه عاديه، احنا نعرف منين؟ لازم تتاكدوا. بقول لك ايه، انت بكره الصبح تروح وزاره الداخليه تجيب تصريح، لازم نروح نصور عندها في السجن. انا ان ما بهدلتها انا انتصار عبد الحق تتهزق كده، ان ما بطلتها قله الادب دي. انت يا ابني طول النهار تليفونات، ما ترد يا حبيبي. ولا دي قناه منافسه؟ لا دي قناه منافسه والله العظيم. ابدا يا فندم، ده انا دراعك اليمين. دراعي اليمين؟ ايه يا ابني لغه الحواري؟ ايه يا ابني، هو احنا في عصابه؟ دراعك اليمين نهايده. بكره الصبح تكلمني تقول لي عملت ايه. حاضر حاضر. يلا يا ابني اقفل الباب. تهز على اخر الزمن. يا بشير واللي حواجني ليك تنظف، عملتي ايه؟ ايه ده؟ اثبت ايه اللي خلاك ترفع الغطا بتاع الصوره دي؟ كنت منظفه حضرتك. كذاب كذاب، انا شايفاك وانت بترفع الغطا من عليها. عارف ايه اللي ممكن يحصل لنا دلوقتي؟ البيت ده كله ممكن يتحرق وانت فيه. ليه حضرتك؟ ليه ليه؟ مين مش ده؟ مش مسموح لك تكلم، مش مسموح لك تكلم. غطيها 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 بسرعه. غطيها غطيها. مين ده؟ ده عمي حبروك. بيعمل ايه يعني؟ بيعمل كتير، هتفكرني ليه؟ من 30 سنة كان اللي يشوفه ويصطبح بوشه بعد 3 ايام يلاقوه محروق يا ساتر، او مخنوق يا ساتر، او مشلول يا لهوي. ولو ضحك في وشك بعد يومين يلاقوك مسلوخ يا ساتر، او منفوخ يا ساتر يا رب، او مكسور يا ساتر. مسكتها؟ مسكت الصورة؟ مسكتها. الحل ايه؟ لازم تقول التعويذة. اللي هي ايه حضرتك؟ حبروك يا حبروك، حبروك ما تلوش. حبروك ما تحركش. حبروك ما تلوش. حبروك ما تحركش. حبروك ما تحبركش. حبروك ما تحبركش. حبروك يا حبروك. حبروك يا حبروك. 10 مرات. 10 مرات حبروك. طب وبالنسبة للثلاث صور دول حضرتك؟ لا دول ضحايا حبروك.
والدتي الحاجة لوجي. مين؟ الحاجة لوجي. ملكة جمال بلطيم في السباحة. باين باين. ماتت محروقة في البانيو فتح الله رحمه. منه؟ منه. طب ومين ده؟ ده عمي حاكم دار الشرقية. الله أكبر. مات مشلول وجلطة. منه؟ منه. منه. والدي. ماله؟ والدي. ماله؟ يا حبيبي يا والدي. العمدة. عز الدين. اللي الخير ده كله اللي أنا فيه من عنده. يا سلام. مات مسلوق، قصدي محروق. منه؟ منه. يا ساتر. يا رب كلامنا خفيف عليه. يا رب. ما تقربلوش. لا مش أقرب له. على طول. حبروك يا حبروك. حبروك يا حبروك. حبروك يا حبروك. حبروك ما تلوش. أنا قلت لك. حبروك ما تغلوش. حبروك. حبروك. الله أكبر الله. حبروك يا حبروك. حبروك. آه! إيدي! إيدي! يا مش مهندسة. يا مش مهندسة. يا مش مهندسة. خير يا زكريا. إيش حسنين ابن العمدة واقف بره ومصمم يقابل حضرتك. انا مش قلت لك قبل كده لو جيت قول له ان انا مش موجوده؟ ماني قلت له انك مش موجوده يا مش مهندسه. اللي ينزغت في قلبه الغفير هو اللي قال له انك هنا. وبعدين عربيه حضرتك مركونه بره. وهو واقف فين دلوقتي؟ على باب المزرعه بره يا مش مهندسه. امري لله. اشرقت الانوار يا مش مهندسي. ايه اللي انت لابسه ده يا حسنين؟ ده اقل حاجة عندي يا انسة شرف. اصل انا لبسي كله مستورد. لا ما هو باين باين قوي انه مستورد. خير يا حسنين؟ انا كنت جايب زياري ليكي وللقصر الكريم وقلت لازما اسلم مالك بنفسي. متشكرة قوي. بس بمناسبة ايه؟ بمناسبة ايه؟ ازاي بس يا انسة شرف؟ طب ده احنا حتى جيران والجيران لبعضيه. وابويا العمدي دايما في سير جدك الله يرحمه ويقول لي حاج عز الدين ده هو اللي مربيني وافضاله علي يامه. على العموم شكرا. بس من فضلك ما تعملش كده تاني عشان الحاجات دي دسمه يعني بتتعب لنا القولون. قولون؟ قولون ايه بس يا انسه شار؟ طب ده حتى الاكل ده كله شيفه. جربي انت بس وهتدعين. متشكره قوي. طب معلش اصل انا عندي شغل فهضطر ان انا استاذن. اتفضلي يا ست الكول. عم مصلح. قوموا يا ست هاني. من فضلك خد الحاجات اللي جابها استاذ حسنين وحطها لي في العربيه. حاضر يا ست الكل. بعد اذنك. يا مالي كده عامله زي العسكري الانجليزي. معليش بكره مسير هتضعف قدام شياكتي وسامتي. ما تقلقش ده شيء اكيد. بص قدامك. بص قدامك. خلصي قدامكم 20 دقيقة بالظبط تخلصوا فيها الأسئلة اللي عندكم، واللي يخلص يجيب الورقة بتاعته مكتوب عليها اسمه. مفهوم؟ الله الله عليك يا بنتي أمينة. كلام النهاردة هيريحك من الحيرة ويعرفك ويعرفك كان مالي في الفترة الأخيرة. مش هقدر اسكت زي كل مرة. اسكت زي كل مرة. بتعملي ايه يا بنت؟ طبق مس عواطف. وانت بتعملي ايه يا امان؟ لا بدل حضرتك الاولاد عندهم امتحان فبيحلوا اسئلة الدرس وانا مستنياهم يحلوا الاسئلة ويجيبوا لي عشان اصحح الاسئلة والدرس بس انا دخلت لقيت الولاد بيغشوا من بعض. بيغشوا؟ لا حضرتك ما هو ده مش امتحان. دي اسئله الدرس وانا بخليهم يحلوا يعني اسئله الدرس جماعي يعني عشان يتسقطوا جماعي.
وده ايه ده بقى اللي حضرتك بتكتبيه؟ ايه؟ كلامي النهارده هيحيرك من الحيرة؟ لا ابدا حضرتك، اصل دي خواطر جت على بالي وانا قاعدة، فقلت اكتبها قبل ما انساها يعني، اصل انا شاعرة وبكتب اغاني بس على قدي. وجاي تكتبي الشعر والاغاني هنا في المدرسة؟ اسمعي يا امان، ده اخر انذار هوجههولك، سيبك من الاغاني والكلام الفارغ اللي انت بتكتبيه ده وركزي في شغلك، والا هيكون ليا معاكي تصرف مش هيعجبك. اوكي؟ اوكي كملي الدرس. حاضر يا مس عواطف. ليه الارض؟ خلصوا؟ هو انتوا كنتوا بتغشوا؟ تودوني في داهيه. مش هألف، مش مألف انا حاجه. هيا تعالي يا بنتي سمعيني مقطوعه شعريه من اللي انت مألفاها، اصل عواطف قطعت حبل افكاري. تعالي اسمعوا بقى يا حبايبي الشعر بتاع عواطف. هيا قولي يا حبيبتي. ونزلت يوم 30 ومعايا الملايين، الله، عشان مصر تبقى لكل المصريين يا كل شعبنا، دي مصر حبيبتي ولينا كلنا، مسلم مسيحي الواحدة تلمنا، ويا عيشت بلادي ومصر أمنا، لو كان عندي بطاقة كنت مضيت لتمرد، لكن عندي طاقة ولازم إني أصمت، مرجعتش في كلامي ونزلت يوم 30، السيسي ألف بيان، الشعب في الميدان، وانا بقولها كمان مصر اعلى مكان. برافو. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر. بص بقى يا ابراهيم، احنا لازم نهتم بالطفل. اولا عندنا في المحطه مفيش ولا برنامج يهتم بالطفوله ولا الاطفال. صح، احنا عايزين نعمل حاجه ممكن ادخل. هيومه يا حبيبه قلب مامي، ايه المفاجاه الحلوه دي يا قمر؟ يا اهلا يا اهلا حبيبتي. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا لو عليا اقعد هنا معاكي اسبوع، بس انت من الميديا وعارفه طبيعه شغلنا، work all the time. انا استاذن انا يا فندم، عشان يعني ده اجتماع عائلي ما ينفعش موجود. اتفضل يا ابراهيم يا حبيبي اتفضل. مؤدب الواد ده، متربي. بصي ده اكتر واحد عندي في المحطه متربي. ها قولي لي يا بنوته، الزياره دي بقى لله ولا للوطن؟ مامي حبيبتي بتشك في هيومه. يا ستي انا جايه اقول لك انك على طول وحشاني، واطمن عليكي واشوف اخبارك ايه. يا سلام، مش قادره اصدق، مش قادره اصدق. يا بختي يا هنايا. تشربي ايه حبيبتي؟ ولا حاجه. إيه اجيب لك كوبايه لبن؟ لبن ايه بس يا مامي؟ إيه طيب إيه ساندوتش بيتشي بقى؟ لا يا حبيبتي مش عايزه حاجه. يبقى زر بطاطا. بطاطا ايه بس يا مامي؟ انا جايبه اطمن عليكي وهمشي على طول. يا حبيبتي انا ما بلحقش اشبع منك، معقوله تيجي وتمشي كده على طول؟ ما تكونيش طماعه بقى. على فكره انت المره اللي فاتت في البرنامج كنت هايله اسد، ولا بان عليكي انك اتهزيتي اللحظه. طبعا اعداء النجاح قاعدين متربصين لي. ما هم طبعا لازم يغيروا منك، ليدي شيك ناجحه طبعا لازم يغيروا منك. هاتي بوسه بقى عشان الحق عندي شغل قبل كده. عندي يا بنت ده انت ما قعدتيش دقيقه واحده. هطمن عليكي في التليفون. كل المشوار ده عشان دي؟ طب والنبي تبقي تيجي باي باي يا روحي، عشان خاطر تبقي تيجي تاني. يا حبيبه قلب امها يا ناس، كل المشوار ده عشان تيجي تشوفني دقيقه؟ انا ربيت حبيبتي يا حبيبة قلب أمك يا ناس، تبى المشوار ده كله عشان بس تشوفني دقيقة؟ يا حبيبتي أطمن عليكي يا قلبي، حبيبتي محترمة يا زين ما ربيت. يا واطية يا واطي، العيال مش متربية خالص.
ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا سياده الرائد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا جاي ابدي اعجابي باللي حضرتك عملتيه امبارح في برنامج هنا الحقيقه. قصدك هنا الحريقه؟ شفت انا عملت فيها ايه؟ انا زنجفتها، خليت وشها زي المشايه، بس للاسف ما عجبش الناس اللي فوق. ليه يعني؟ قال ايه؟ كان لازم استاذن قبل ما ادخل المداخله دي، مع اني كنت ماسكه لساني، كان الكلام محشور في ركبتي. قال ايه؟ كان لازم نتفق هنقول ايه. بس ده حدث مستفز جدا ومفاجئ، وكان لازم اي حد فينا يرد. والله انا قلت كده، بس تقول ايه بقى؟ معلش يا فندم، بس ده برضو ما يمنعش ان انا ابدي اعجابي بمداخله حضرتك. متشكرة يا احمد، متشكرة قوي. ويا ريت حضرتك توصلي سلامي لانسه امانه. هي مش انسه برضو؟ ايه هو الجو قفش ولا انا اللي لابسه تقيل ولا ايه؟ حاسه بكرشه نفس. انت كنت بتقول ايه؟ الانسه امانه يا فندم، الانسه امانه. انسه. انت بتسال ليه؟ هتعمل لها رخصه قياده؟ لا يا فندم والله، انا يعني لما شفتها وعجبت جدا بذوقها وباخلاقها وده مش غريب على بنت العميد نور اللي كلنا اتعلمنا منها الانضباط. ده انت جاي تثبتني بقى الحكايه بقى، مش معجب بكلامي. متشكرين، متشكرين يا استاذ احمد، متشكرين. في حاجه تانية يعني، وموضوع تاني يعني عايز اخش فيه كده مباشره. اتفضل اتفضل، شكلك هتطول، قول كل اللي في نفسك. اتفضل. انا معجب جدا ببنت سيادتك، ويعني يا ريت حضرتك تسمحي لي ان انا اخطبها من حضرتك. كده خبط لازق يعني؟ ايه جاي تلحم كاوتش؟ ده انت لسه شايفها من يومين، النهارده معجب بيها، بكره تتجوزها، بعد بكره تخلفه. بقول لك ايه، ما تقول لي يا حماتي ونخلص. لا يعني هو الموضوع ما جاش خبط لازق يعني، انا بقى لي يومين بعمل تحريات. نعم 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 نعم، انت بتعمل تحريات عن بنتي ليه؟ حد قال لك انها خارجه بكفاله؟ لا 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 ما اقصدش والله يا فندم، انا اسف. يا فندم ايه انت خليت فيها يا فندم؟ ده انت من شويه كنت هتقول لي يا طنط، وجاي تقول لي انا معجب بكلام. انت بتركبني المراجيح يا فدي؟ يلا يا سياده الرائد، يلا انهي المناقشه دي، لحسن تسمع مني كلام يزعلك قوي. بلاوي. قال ايه؟ جاي يقول لي النضاره بس يا فندم عشان الشمس بره حاميه. اتفضل نضارتك. تمام سيادتك يا فندم. قال جاي يقول لي كلامك عاجبني، جاي يعممني في وضح النهار. بلاوي. مساء الخير يا عدالة. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ جهزي نفسك عشان هتسافري شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ أيوه. ليه يا فندم وامتى؟ فندق الحر اللي هناك الشبكة فيه وقعت تماما، والإدارة اتصلت بينا عشان نبعت لهم حد. ايوه يا فندم، بس انا بس ايه؟ انت قلت مش فارق معاك الأول دور، خلاص اهو شغل وفسحة كمان. جهزي نفسك عشان ميعاد الطيارة كمان 4 ساعات، اوكي؟ ودي وقعت السودة دي يا ربي. معايا بضاعة من بورسعيد المستورد، خد لك فكرة واشتري بكرة. معايا كوبايات حلل، شوك، معالق، سكاكين. انت اللي بتنازي، اطلع لي فوق. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. سلام وطبرك. تعال هنا، راح فين؟ الجماعة اللي فوق نادوا علي. وانت مين لا مؤاخذة؟ أنا بياع شنطة من بورسعيد. ادخل ادخل. شكرا. استنى عندك. ايه اللي معاك هنا؟ انا معايا حلل ومعايا كوبايات ومعايا شوك ومعايا معالق. فرجني. خد يا سيدي، دي كوبايات مج 2 في 1. حاجه حلوه قوي. وده الكبه. المسعود اللي تحت قال لك حاجه؟ بلفته بكلمتين يا ست هاني. طيب يلا وريني. ادي حته. وادي الحته الثانيه. ماشي. اصلي؟ اصلي. يلا. عايز حاجه ثانيه يا ست هاني؟ لا. بسرعه. على تليفونات بقى. ماشي يلا. Thank you.
الحمد لله على السلامه يا بوب. الله يسلمك، ايه الاخبار؟ كله تمام، بس في مشكله بسيطه كده في النتورك، فجاه وقع، فكلمنا الشركه وقالوا هيبعتوا مهندس عشان يصلحه. اه طيب عاش، على الله يجي بسرعه. ما احنا اكدنا عليهم، هم قالوا هيوصل في طريقه الساعه 6، وانا هبعت له بقى حد عشان يجيبه. طيب طيب كل ده كويس، اخبار تانيه؟ لا لا كله تمام، مفيش اي مشاكل. اه ايه اللي حصل لامك في الندوه؟ يا دي كانت ليله يا بابا. لبست ازازه في وشها في وسط الندوه، وجايه بقى وشها وارم وبتاع، ما انت فاهم، غاويه ندوات وخناقات. ما هي اللي عامله نفسها الزناتي خليفه. المهم خلص شغلك ونتقابل على الغدا. اوكي يا حبيبي. انت بتكلمي ايه؟ عيل سيس يا بنت انت؟ اختك اتخطفت. واضح ان ماما بتحبك قوي. ليه ارهابيين عندي في الفندق؟ ده البلاوي اللي عماله تحدف عليها دي يا ربي. ده كلام برضو يا محمود. والله كلام حلو. ايه البرود اللي انت فيه ده؟ شكلها هتخلي الراجل ده يعلن الحرب في سينا. انا طلقتك من 20 سنة، يعني خلاص مش من حقك تهزقيني. انا عيني بتلقط الجريمه قبل ما بتحصل. سيبيني قاعده هنا. طب انت ليه مستعجله كده؟ مشاورك السريه كترت يا بنتي يا مونمون. انا الحسنه عندي تخص والسيئه تعوم.